السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أم سلمى. أول حاجة أن نوري لكم هاد البكية مزيان سميتها هي. شوفوا المعلومات اللي طيوصوني عليها، ها هي هاد الكلبات هما سميتهم فارماتيكس. فيهم ستة كبسولات ديال لينة مهبلية، زعما ديال القدام، ما عن طريق المهبلية. شوفوها مزيان عاد، حيت شحال من وحدة طلبت مني طريقة الاستعمال. الثمن ديالها 30 درهم، اي فارماسيين تتباع فيها، ما عندها حتى شي ضرر، بالعكس هي راه وسيلة من مواني الحمل. نقرا عليكم هذه طريقة الاستعمال، نقراها لكم من الورقة. يستعمل هذا الدواء عن طريق المهبل، يجب عدم بلعه. من الضروري احترام شروط الاستعمال التالية، لأن فعالية تتوقف على احترام طريقة الاستعمال. ادخلي تلقائيا كبسولة مهبلية، ادخلي تلقائيا كبسولة مهبلية، ادخلي تلقائيا كبسولة مهبلية داخل المهبل بعمق 10 دقائق قبل كل حلقة جنسية، مهما كانت فترة الدورة الشهرية بما فيها خلال التنظيف. من الأفضل إدخال الكبسولة في وضعية الاسترخاء، مما يسهل وضعها داخل المهبل. ضعي كبسولة أخرى قبل كل علاقة جنسية في حالة علاقة متكررة تدوم مدة الحماية 4 ساعات. هيا البنات، شتيها طريقة الاستعمال مباشرة قبل أو بعد العلاقات. من الممكن فقط الغسيل الخارجي بالماء الصافي بالنسبة للزوجين. يجب عدم تنظيف الأعضاء التناسلي بالصابون. طريقة زعما هي طريقة الاستعمال الشتوى. هدرت زعما قالك عن طريق المهبل ديال القدام. تدخلي وحده، وكاع احسن طريقه بنادم يطلع رجليه، يطلع رجليه شي مدقل مثلا 5 مينوت باش تنزل القولبه لتحت وتعطي المفعول ديالها. هي تدرك قبل كل علاقه. ها سميتها راه مزيانه بزاف. هاد النوع ديال المانيا الحمل مزيانين، احسن من داك الاخرين كاملين. هادو ترتاحي الراحه، حيت اصلا اول حاجه فيها ماشي يوميا، ديما خاصك تتبعي بحال فاني يوميا تشرب الكينا. هادي لا، غير فوق العلاقة صافي. فيهم 6 قولبات اللي فيهم. شحال من وحدة طلبت مني طريقة الاستعمال، كيفاش كتستعمل، الثمن، ها هما. راه عاودت الفيديو، عاودته كامل باش تشوفوا الثمن وتشوفوا السمية مزيان وتشوفوا طريقة الاستعمال. هيا نعودوا طريقة الاستعمال وتشوفوا نيس طريقة وكيفية الاستعمال. هيا بزاف هادشي فيه بزاف كتير، الأهم هو تشوفوا الطريقة. أنا راه عامين اللي
اللي متبعاهم مزيانين تيعطيو النتيجه مضمونه مضمونين. راه حتى بالنسبه للمرضعات راه مزيانه لهم تيديروها، الرضعه ما تتاثرش نهائيا بالرضيعه اصلا، هما موضعين كيداروا في بلاصه وحده ما تتاثروش في هذا، ما تتاثروش في الرضعه. وحتى كذلك الى جاب الله حمله المراه راه نهائيا ما تتاثروش في الحمل. اللي بغات تجربهم راه تتبعو في الفارماسي، هسميتهم تشريهم وتجربهم. بالنسبه لواحد الحاجه اخرى، في الاول في الاول ملي تديري وحده تيحرقوك، تيديروا الحريق شويه يومين ثلاث ايام صافي داك الحريق تيفوت. بحال الا كان بالنسبه لك كانت الوالده تتكون طيبه تيحرقوها، لابد تيحرقوها يومين ولا ثلاث ايام وتا صافي تيفوتها تيجي داكشي عادي. بالنسبه للافرازات كانت الباكيه اللي تتبع في الاول كانت تدير الافرازات بزاف، اما هذه لا. تنتمناو